من جديد نحييكم في الجزء الثالث من عمر برنامج أحكي بالون، والحديث لازال مستمرا متواصلا عن أحوال ومحيط الكرة الجزائرية. في هذا الجزء سنتوقف للحديث عن مسيرة اللاعب الجزائري بين النجاح والرفاهية، وخليني نقول لك الاحترافية والانضباط، وبين الإخفاق والفشل والدخول في معترك الظروف المزرية لعديد اللاعبين كانوا يتقاضون الملايين، اللهم لا شمتة، ولكن للأسف المحيط المتأفن، نقص التكوين، المستوى الدراسي، كل الأشياء فعلت فعلتها. ولكن هنالك أين من لاعبين نجحوا بعد نهاية مشوارهم الكروي، في ظل أن العائلة كانت وراءهم، في ظل أن مستواهم الدراسي خلاهم أيضا يتعاملوا مع الأموال بطريقة جيدة، المحيط المتأفن لم يصل إليهم في ظل وجود جدار الصد. فريد بلولي، أنت خليني نقول لك أيضا نموذج للاعب مثالي، للاعب خلوق، للاعب ناجح. لا أعرفك ولا تعرفني، ولكن أعرف فريد ملولي من خلال مسيرتك، من خلال ما أسمعه عنك من هنا وهناك. هل نقول مسيرة اللاعب الجزائري بالفعل هي ضحية محيط متعفن، ومسيرة اللاعب الناجح هي أيضا خليني أقول لك في ظل أن العائلة وراء اللاعب، المحيط المتعفن لم يستطع الولوج في معيشة اللاعب، أم عندك رأي آخر في هذا الموضوع؟ هي محاطة بواحد 20 ظرف، مش غير ظرف واحد ولا ظرف العائله ولا ظرف المحيط ولا حتى الدوله الجزائريه تسال فيها. كيف نقول لك تسال فيها؟ لو كان جات كاينه سنديكات على جوار، باسكو لا ديرنيير فوا جست باساج انا وعنتر يحيى في واحد التلفزيون الجزائري، نذكروا كلمه تاع ثمان حيوان بالمناسبه، نذكروا المصدر ونذكروا الحصه ونذكروا الزمن الحيوان بالمناسبه، فوالا هما للجوار بروفيسيونال اوروبيان قبل ما يخلص لا كارير سبورتيف يوجهوه تمشي للتدريب ولا تمشي للعمل كاداري، يديروا له راس كلا ويدخلوه في المنظومه، من بعد كي يخرجوه من ثم يخرجوه واجد تسمى ما بعد كره القدم. حنا لهنا اللاعب الجزائري ما كانش ما بعد كره القدم، لانه اللاعب الجزائري كاين ما ان تكون او لا تكون، فوالا كاين اللي يقرا ومن بعد كره القدم عنده الشيء اللي يقرا به يروح يخدم به، كاين اللي باغ اكزومبل دار شوستياسيون يقدر بعد الفوتبول يروح شما يدير بها وامبوسيبل ينجح، يدير بها امبوسيبل ينجح، لماذا؟ لانه والف واحد المود دو في جوار ما يقدرش غادي ينوضك على 6 تاع الصباح ولا ينوضك يخدم تي فوا. تسمى حنا عندنا حنايا خدمتنا حنايا برسك في الدومين تاع الفوتبول، جيت لازم الجوار يشوف المنظومه وحتى الدوله الجزائريه تشوف اللاعبين هذو، يديروا سانديكات جوار، يديروا ما بعد كره القدم كما اللي جوار اوروبيان، لا ما فيهاش عيب، فاش فايتينا هما؟ فاش فايتينا اللي الاوروب؟ فايتينا بالفكر من الامكانيات لنا الدوله الجزائريه الحمد لله بالفكر والانضباط والتطبيق على ارض الواقع. بيان سور، اسمح لي فريد، لي جوار هما اذا كانت الدوله ما دارتش هاد لي سانديكا ولا ما دارتش هاد لو با اون باراليل ثاني، لي جوار هادوما ما داروش هما ثاني ان با. معليش لا كانت مبادره من حسين اشيو حسين وسامر جاوي فهد بلولي، كانت مبادره للتعليم، ولكن اجهدت هذه المبادره لاسباب لا نعلمها، ربما سيفصل فيها بعض الحضره السيد محفوظ قرباج. سنة 2013 كانت هذه المبادرة جبونس. قلت لك مي دوكا تقول لي جوار، الفكرة تاع جوار، لأنه الجوار هذا ما نبتش منبت حسن. أني قلت لك كاين شي قدام ظروف، لو كان جا هذا الجوار خارج من أن سونتر دو فورماسيون اللي نحكيو عليهم، خارج من منظومة كروية جيدة اللي تقدر تبروتيجي الجوار، خارج من منظومة أسرية، خارج من منظومة أسرية كاينة لاباز سواء تاع الدار ولا تاع الفوتبول، الجوار ما ينحرفش، الجوار ما يروحش، الجوار كيكمل الفوتبول يلقى سيتياسيون، الجوار كيكمل الفوتبول عنده بوست ترافاي، ها وراه جوار كيكمل الفوتبول يبقى عايش بالميم مود دو في، لانه نقول لك كلمه، مهنه تاع لاعب كره قدم احسن من دكتور، جو ديري بيان احسن من دكتور اللي يعرف لها. جيد فريد ملولي، ارحموا عزيز قوم دول، هو ما ينطبق على اللاعب الجزائري، اللاعب الذي كانت تهلل له وتهتف له الجماهير، اللاعب عند نهايه المباراه عندما يخرج المدينه الكل يريد التكلم معه، هدايا معيشه اخرى بعد نهاية المشوار، تنعكس هذه الأمور بالسلب على اللاعب اللي يوجد نفسه، خليني نقول حتى شكار حليم ما يقدرش يشريها. نعرف لاعبين كانوا بمستوى جد عالي بأموال، ولكن للأسف خليني نقول لك الزمان ضرب بهم، خليني نقول لك باللغة اللي يفهمها المشاهد الجزائري. سيد محفوظ قرباج، أنت مسؤول كرئيس سابق، اليوم إجهاض نقابة اللاعبين، أنت كنت مسؤول في تلك الفترة، هل أجهضت لأسباب سياسية؟ هل أجهضت لأسباب البعض لم يكن يريد أن يرى اللاعبين متحدين متلائمين فيما بينهم، أم
ربما الظروف عكس هذيك المبادره. انا نشوف انه كانت ظروف ممكن حتى لم تسمح. تكلمت على رجال الاعلام في ميدان الاعلام عدم وجود تضامن في الاسره الاعلاميه للاسف. نفس الشيء بالنسبه للاعبين وبالنسبه انا نعطيك مثال. نعطيك واحد الوقت فكرنا درنا الفورم لبريزيدون الكلوب منجحش. كنت انا رئيس للفورم قبل ما نروح رئيس الرابطه، ولكن ما لقاش الاجماع هذاك تاع لي بريزيدون اللي كنا منتظرين انه يكون قوه راي كما تعطينا نعطيو راينا على مستوى وزاره الشباب والرياضه ولا على مستوى انه هذاك الوقت قبل ما تكون الرابطه المحترفه. يعني بالنسبه كانت لاسوسياسيون دي زونسيان جوار انترناسيونال اللي تراسها علي فرقاني. أين هي؟ ولا الدور تاع أين هو موقع ودادية اللاعبين القدامى للمنتخب الوطني؟ هل هي ودادية لاعبين تاع 82 و86 أم أنها هي ودادية كل اللاعبين الدوليين دون استثناء؟ الرد نتمنى أن يكون من سيد علي فرقاني للوجول الدعوة على المباشر حتى يأتي لي لبرنامج حكي بالون ونتكلم عن ودادية لاعبين القدامى. عقلية اللاعب الجزائري ولا المسير ما كانش هذاك روح تضامن هذاك ولا الوحدة. عن عقلية النسيان فيما يخص اللاعبين السابقين. كاين لاعبين اللي راهم على الحديدة كما يقول لي زونسيان جوار اللاعبين، ولكن كاين لاعبين اللي استثمروا ومن اللي يعني يعرف بعض انا نعرف لاعبين حالتهم الوضعيه الاجتماعيه والماليه لاباس بها الحمد لله. عارف كيفاش يصير؟ قال لك مليولي احسن من مهنه الدكتور. لاعب مازال ينشط لحد الان. عرف كيفاش يستثمر امواله، ربح اموال. جيد. دار بروموسيون. بروموسيون في الغرب الجزائري. انا عرفت شكون عرفت. وما يبيعش النظام يكري. وبالتالي هذا هو فهم بوعزه. هو فهم بوعزه اللي نحييوه. فهم بوعزه نموذج للاعب ناجح نعموري جديات ايضا نفس الشيء. المشروع او كاين لاعبين داروا زيماموش. كاين لاعبين الحمد لله نجحوا في المشروع. نقل مازال نعطيك مكحود اللي كيلعب في شباب الوزان. دار مؤسسه تاع النقل ما شاء الله ما شاء الله وكذا ولبس بيه ما شاء الله. كمل تهضر ما جاوبناش محفوظ قرباج. قال لك على عدم يعني سبب ايجاد نقابه لاعبين ولكن ماهوش موضوع من المواضيع. معليش تفضل تفضل. انت قلت وداديه اللاعبين القدامى. لاعبين الان ماهوش محتاجين وداديه، محتاجين ان سنديكا. الوداديه ماهوش محتاجين جيبيلي. ماهوش نو جيبيلي هذا حقه. هذا جيبيلي حقه. لا احنا عندنا ثقافه النسيان. جيبيلي حنا حتى يموت اللاعب. لا احنا حتى يموت اللاعب ولا الرئيس باش نديروا له. بارك الله فيك. جيبيلي ولا نتفكروه ولا نديروا له امبورتري شباب. علاه؟ هو النقاب ما خص النقاب كمال. مش انا ممكن ما عنديش معطيات، ولكن الناس اللي كانوا يبادروا بانشاء هذا النقابه هما اللي قادرين يعطيوك نوروك الاسباب اللي ادت الى وليد رئيسي. وليد رئيسي كنت عفوا فريد وكنت في الاجتماع اتصل سامر جاوي او حسين اشيو حتى نتحدث ما تعلق بسبب حول ايجاد نقابه اللاعبين المحترفين في البطوله الوطنيه. خليني فريد ملوني هذا الجزء خصصته لك شخصيا. اعطيني انت مشوارك، كيفاش سيرته، كيفاش كان المحيط تاعك؟ هل تاثرت انت دخلت في بعض المرات في خليني نقول لك زنيقه شويه ماشي مليحه وبعد تراجعت لانه يعني فيه التربيه في اخر المطاف في الاخلاق وفيه الضمير وفي انه اللونتوراج تاعك العائلي كان محيط بك من كل جهه. حبينا نعرف تعطينا النموذج وتجربتك في تسييرك لمشوارك الكروي. شو راح نقول لك اخويا؟ كمل مشواري الكروي. بديت هاي الكاميرا تاعك فريد. بديت من فريق اتحاد سطيف اللي هو فريق صغير، ومن بعد جيت للاولمبي العناصر. كبير وكبير الاستوار تحكي انه مد لي كرون كلوب للاسف راه في الاقسام السفلى. للاسف الان راه في الاقسام السفلى راهو يتمرمد تحتها. جيت الاولمبي العناصر اللي الان ثاني راهو يتمرمد ثاني في الاقسام السفلى. تشوفوا كيف كان معطيه وتشوفوا كيف راهو الان حاجه يندلى الجبين. مدرسه المولوديه العلم العام صعدوا فيه. رحت الاولمبي شلف خديت معهم اول بطوله محترفه. رحت الوفاق سطيف السعوديه. رجعت شباب قسنطينه. رجعت الوفاق سطيف. رحت البسكره. رجعت المولوديه العلم. وضعت حد نهائي. مي المحيط تاعي انا كان محيط بعيد على كرة القدم. كيف؟ محيط تاعي ما مع ناس خاطيهم كرة القدم. جيد. نحب كي نخرج من الدومين تاعي تاع الخدمة تاعي ننساها. ننسى كرة القدم، ننسى واش راني نعمل. حتى اللاعبين برا ما كنت قليل وين تلقى اللاعبين.
قليل يكون تلاقى مع لاعبين. كانوا ناس بساطة خاطين كرة قدم وناس ما شاء الله. ناس بساطة كل واحد في خدمته، مام حتى تقول له أورجو يقول لك شنو هي أورجو هذه، تقول له بينالتي يقول لك آه كي قيسها بيدو خاطيهم كرة قدم. والعائلة كانت وراك فريد كبير صراحة. العائلة دائما ورايا لأني أنا تزوجت في سن 21 سنة ونص. ما شاء الله ما شاء الله. لما كنت لعب لنا في أولمبي العناصر. الله يبارك. ثم اللاعب لازم يعرف يسير حياته. وما كانش اللي يقول لك ما تخرجش في المحيط متعفن. أكيد. تدخل تغلط تغلط. تدخل ماشي تغلط نو تدخل صدي بون تغلط ولا ما تغلطش. كاين اللي يجبد الاصل تاعو وكاين اللي يغلط غلطه الاولى تحلالو وكاين اللي يغلط غلطه الاولى يتراجع صادي بوندوكا اللي قلت لك الفكر تاع اللاعب هذاك والنيفو دفي تاعو كيف كان جيد. سمير زاوي المدرب الحالي لفريق جيل عين الدفله، انت ايضا نموذج للاعب نجح بعد نهايه مشواره الكروي. انا الموضوع هذا خصصته قلت مسيره اللاعب الجزائري بين النجاح والرفاهيه وبين الإخفاق والظروف المزرية. سمير زاوي نقطة أطرها فريد ملولي هي عدم وجود نقابة اليوم تدافع على اللاعب الجزائري الحالي أو حتى بعد اعتزاله للكرة. ماذا حدث في النقابة اللي بادرت فيها أنت وملولي وحسين أشيو لتأسيسها والتي أجهضت في بدايتها؟ ماذا حدث في تلك الفترة بكل صراحة سمير زاوي؟ السلام عليكم خويا كمال وعليكم السلام خاصة ملولي. ملولي قال لك زوجوني في 21 الله يبارك السلام عليكم الله يبارك يبارك فيك. قال لك زوجوني في 21 طبعا قرب اج محمد بن حمله يحيوك. سلم عليهم سلم عليهم الضيوف تاعك. سلام عليك تفضل تفضل. فريد ملولي قال لك زوجوني في 21 بنت يدمي جنرال استغفرت انا بطاطا ما يعرفش هذا هو الله يبارك الله يبارك. قلت له سي فري كنت على السنديكا اللي بغينا نديرو حنايا وتلاقينا بالك اكثر من مره بعض قدماء لاعبين ولاعبين شباب كان ميكس. مي نقول لك حاجه فشلت لانه بعض المدربين اللي تلقوا اوامر من المسؤولين انهم ما يخلوش اللاعبين ويديروا هذيك الوقفه الاحتجاجيه وهذوك المدربين هما لحد الان بالك لو كان هذيك التكريات هذيك السنديكا كانت ترجع لهم بالفائده هما لانهم لحد الان ما عندهمش حقوق صحيحه في البطوله الوطنيه. فهمت؟ احنا بغينا نديروا هذاك بالاحتجاج لانه بغينا اللاعبين انهم يكونوا محميين أن يكون عندهم ناس يعرفوا القانون، ناس يعرفوا يجيروا لا كارير تاع الجوار، لا بيبا دي جوار ما يعرفوش معنى القانون. راك دخلتي في صلب سمير عفوا المقاطعه، دخلتي في صلب الموضوع. احكي لي كيفاش اللاعب، كاين بعض اللاعبين كانوا يتقاضوا ملايين وحتى وين وصلوا المليار 3 ملاير 4 ملاير تبارك الله ما شاء الله، ولكن في اخر المطاف لا بيت لا عمل لا قوت يومي. ماذا حدث بالضبط كل صراحه؟ ماذا يحدث لها ولا اللاعبين؟ سي لونتوراج سي لونتوراج سي لونتوراج نعطيك اكزومبل برك. انا في شلف بعد الحصه تاعكم مع محمد مسعود كنت في مقهى في هنا في ولاد محمد عند الصديق تاعي. جاء واحد في المقهى قال لي محمد مسعود كيف كان يخلص مليح وما دارش دار. قلت له اسمعني برك قلت له نعطيك حاجه برك وكان هو قلت له انت من الناس هذو اللي كنت تبيع له طوموبيل تاع 100 تبيعها ب 300 مليون بكريدي. بارك الله فيك. قلت له في وجهه ديريكتومون صحيح. نعرفك صالح سامح. لا قلت له قلت له انت من الناس اللي كسروه انه يجي تعطي له طوموبيل تاع القيمه تاعها 100 مليون تعطي 300 مليون كريدي على 5 شهور تحدو بالشاك. هذا هو البروبليم تاع اللاعب الجزائري. لو كان اللاعب الجزائري يتقاضى الاموال تاعو في وقتها يقدر يدير كارير. اللاعب ما يتقاضاش تلقاه يعيش بالك 6 شهور من بكريدي يبغي شي طوموبيل تاع 200 مليون يشريها 500 بكريدي تلقاه خاصه 300 مليون. فهمني؟ بارك الله فيك. هذا هو البروبليم. انا نقول باللي ثاني كاين امور كثيره اللي خلت بعض اللاعبين ما يديروش كارير. راك تعرف انا نقولها ونعاودها بالك من الاولي ولا اليوم معك يصدقوا كلامي. اسمع اللاعب ما يخدمش على دار واحده، اللاعب يخدم على 20 دار، ماشي زعما نزوق نقول لك باللي لاعب. صح نعم نعرف لاعب نعرف لاعب اكيد. شوف نعطيك حاجه، لما كنا نتقاضى في الاموال البيضاء ماش نزوقوا، ما نبغوش على الناس حنايا، في اي شيء، فيجيك نعطيك حاجه محمد مسعود كان من الناس كي تروح تفركتو زعما يجي واحد يقول له عندي عمليه جراحيه ب 20 مليون ما يخممش يعطيها له ديريكت. صح هذا هو واش نقول لك انا نقول لك سمير زاوي سمير زاوي في اطار هذا النماذج الشعلابين للاسف رامي عنه والحمد لله انه محمد مسعود التقى بوزير الشباب والرياضه وستكون التفاته باعطاء الشهاده التدريبيه لانه لاعب دولي وان شاء الله يكون عنده ربما في حديث منصب في مديريه الشباب والرياضه بتيارت واليوم هو يلعب في رائد بومرداس ورئيس لجنه المنازعات السيد حموده الاستاذ حموده قال لي جيب لي الا الملف وراح نجيب له حقه من فريق جمعيه تشلف. شهدنا التآزر من كل انصار جمعيه الحمد لله انه الحصه اتت بثمارها. ماذا انتم فاعلون
حول الظروف المجرية للاعبين كانوا زملاء لكم، هل ستسعون مرة أخرى لتأسيس نقابة تدافع للاعب؟ شوف كما خويا في شلف ما حقه ما يروحش مسعود في شلف لانه بين اللاعبين البرازيلي كان في شلف. انا قلت لك الميساج اللي فات عندك في ليميسيون كان بوزيتيف، كان الحمد لله كما يقول لك كان شفتي تفتح باج كبيره في الجزائر بنات تعرف تعرف اللاعبين اللي فاتوا بالك قبل مسعود بعد مسعود. لانه نقول لك حاجه، اذا كان اليوم الوزير بغى يعاون مسعود نقول ما تعاونش مسعود، نقول دير ان ستاتي بور لي جوار كومبلي لانه نقول لك حاجه، احنا كلاعبين اللي بدينا في 2010 نكونوا بالك نقدروا نكونوا محميين لانه اوني افيلي فلاكناس و جيد بالك فين كان تاع 15 سنه نقدروا نخرجوا بلا روتات. مي كاين دي جوار اللي قبلنا نقول لك حاجه، يمكن لك التدخل، كاين دي جوار اللي قبلنا هما اللي تغبنوا بزاف، وكاين دي جوار كاين دي جون ما عندهمش دي كونسي فهمني. دوك اللاعب اللي حب يدير كارير الفوي لازم يدير معاه كونسيي اللي يوريه مستشار. بارك الله فيك سمير جاوي، توحشناك بزاف، ان شاء الله تكون ضيفنا في هذا العدد، ربما عندك ان شاء الله نجيك لاني انا في عين دفله وعين دفله كاع الابواب مغلوقه، لازم نجي ندير النشر من عندك بالك تشوف الامور ان شاء الله. لا مرحبا بك مرحبا بك، وسنقصص سنقصص لجيل عين دفله برنامج معك كما نعطيك معلومه برك. تفضل. الفريق تكريا 1910 عنده اكثر من قرن ما شاء الله. لا الواحد يقول حق، لا يملك مقر والله من الناس اللي يخدموا والله المسؤولين هذو. انا حابين نقول لك والله بغيت نجي عندك، انا فين ندير الضجه عندك. مرحبا بك مرحبا بك سامي الزاوي، شكرا بارك الله فيك، شكرا جزيلا. مرحبا بك، عندك تعقيب في البلوله تضحك خرجت سامي الزاوي هكذا قال لك نجي ندير الضجه عندك. مرحبا معروف ثم العيسى هذه ولا دير الضجات يا صاحبي بنزل حتى انا. لا عنده الحق سمير نوني، قلت لك احنا عندنا ثقافه النسيان للاسف احنا دوكا واحد كما قلنا نهضروا قبيل قبل ما يدخل الاخ سمير، ليه اللاعب احنا والله المسير والله الرئيس بعد ما يموت باش نديروا له جيبيلي ولا باش نديروا له محور ذكرى لي هو بالنسبه لي هو، علاه ما نشوفوش كيف راه عايش دوكا راه نعاونوه؟ اكيد علاه ما نشوفوش دوكا؟ نعطيك اكزومبل صغير. تفضل قالها طرق لها الاخ حسين اشو السمانه اللي فاتت في الكلام تاعو، قال باللي ذكر على هندو في الاوكران، هندو اللي كان في الحرب الجوار في الاوكران طلع كرام الزملاء في الهدف مع زماد وابو هنيك الحي وعلي بن شيخ وسعد بورحلي وسيد، قال لك باللي طلع معاه قال له وين كنت تلعب في الجزائر كمحترف وهي قد عندك نعم في الاحتراف عندي 7 سنين ولا 8 تفضل عطاو له ديريكتور مول يافا بي. بارك الله فيك. احنا اللاعب الجزائري اللي انا كيكمل فوتبول ما كانش ما عندوش حاجه واحده اخرى يبراتيكيها، احنا ماذا بينا احنا دوك يدخلهم في فورماسيون، ماشي نقول لك اعطيه كاف بي ولا اعطيه الاخر، مي ابدا دخلوا في المنظومه مادام راهو لاعب، ابدا دخلوا في المنظومه. كل صراحه في ستيف لاعبين كانوا معاك ولا اللي قبلكم شويه كان لاعبين في ظروف مجريه؟ كاين كثير والعام اللي فات انا نشوف اسم مثل ناصر عجيسة مهمش في مدينه ستيف. لا ناصر عجيسة امر محير، اسطوره بالفعل، اسطوره كره قدم ستيفيه، اسطوره بامتياز كبير. اللي ما شاهدش ناصر عجيسة ما شاهدش كره، اللي ما شاهدش ناصر عجيسة مع مالك زرقان سيمفونيه فوق ارضيه الميدان، وكانك راك تشوف في موزار وياك سي محفوظ قرباج وايضا محمد بن حمله اللي يشفع لك لاجيناسيون تاع 88 اللي يبقى نادي اسطوري اقصى الاهلي وهو في القسم الثاني، فاز بكاس افريقيا وهو في القسم الثاني، تعرض لمؤامره في سقوطه في 88 ولكن مختل علي بان ذاك بارماده من اللاعبين الممتازين. والذكرى يبقى هيستوريك. الذكرى 32 عقبت صافي دوجور هذا اليوم تكلمت على لونطونت لانه عشقنا هذاك الفريق بقلبنا، كل جزائر انا ذاك تضمنت مع نادي وفاق ستيف بالاغنيه طبعا الاسطوريه لتشير عبد الغني. ماذا يمكن ان تقول في الختام حول هذا الموضوع حتى نختم هذا النقاش؟ اللي قلت لك كاين دي جوار دوكا وقالها سمير، كاين دي جوار دوكا انا ماذا بينا دوكا احنا نديروا ان سانديكا دي جوار، لانه انا راني كوتيزي، انا نهضر لك على نفسي كوتيزي من نهار بدا البروفيسيوناليزم من 2010 جوسكا مانو حتى العام اللي فات وانا كوتيزي. عندك بطاقه شفاء؟ نو ما كانش عندنا بطاقه شفاء، نو نحكي لك انا كوتيزي اون طونك جوار، بصح اسكو لي زيكيب اللي كنا نلعبوا فيهم اسكو كانوا هما يروحوا يبعثوا الكوتيزاسيون تاعنا ولا نو؟ خاك فهمني ديزون هو ينحي لك يحسب لك بنات ينحي لك البريد تاعك قريب واحد 60 70 مليون في الشهر، ومن بعدها ما كانش ما تديهش، ومن بعدها كي تخلص فانت كارير ما عندكش ميم با لا روتيرا تاعك، وانت اللي اصلا كنت كوتيزي ودراهم كبار. نفتحوا نقاش ثاني وراء هذا الموضوع،
في الحصه القادمه تاعك ان شاء الله. لا حتى في جزء ربع، في جزء ربع، في جزء ربع، في جزء ربع، ومحفوظ قرباج سنستفيد منه كاطار كرئيس سابق، لان الوقت انتهى. عفوا المقاطعه سي محفوظ قرباج، هذا الجزء انتهى، الجزء الرابع والاخير سنعرج الحديث حول التساؤلات التي طرحها ملولي، وهي تساؤلات اللاعبين القدامى الذين اعتزلوا ووجدوا انفسهم في ظروف جد مزريه. ارحموا عزيز قوم ذل. من جديد نحييكم في الجزء الرابع والاخير من عمر برنامج احكي بالون، الحديث شيق مع ملولي ايضا فريد، الذي يتحدث عن وضعيه اللاعب بعد الاعتزال، عن حقوق اللاعب بعد الاعتزال، عن اجور اللاعب بعد الاعتزال، عن التامين اللاعب بعد الاعتزال، عن التقاعد اللاعب بعد الاعتزال. محفوظ قرباج طرح تساؤلات جد مهمه، لا تهم ملولي فقط، تهم اي لاعب يشاهد الينا الحين في برنامج احكي بالون. وطرح سؤال عنده الحق فريد لما يتكلم على ديكلاراسيون كناس، انه نعرف معروف انه كل لاعب الجزائري لما يتقاضى الاجر تاعو يتقاضاه نات كما اكيد الكلوب يروتيري من هذا سورس لي زامبو ولا كناس يروتيري مال سورس، وبالتالي وبعدين ما يديك ما يفيريزيمش الكناس، دونك زعما دير اللاعب الجزائري يتعرض لسرقه هنايا. كانت اتفاقيه محمد رورا والحاج تذكر كاتحاديه مع الكناس، لكن بعدها ما شفنا ولا شيء، انه وقع انه في تراجع على مستوى الكناس وعلى مستوى النوادي. النوادي ايضا هي خصم 27% واقل من اجره اللاعب. لا 27 مليون، بارك الله فيك، 20 مليون حددنا السقف مثلا، يدي اللاعب يدي 100 مليون في بالهم سالير اللي راهم يخدموا عليه، اللي راهم يقطعوا منه 27 مليون 27 مليون جيت. 27 مليون لانه نهار تروح تكون محسوبه على 27 مليون بار موا، اذا كانت ديت ماشي على 100 مليون. وبالتالي هنايا يعني الكلوب النوادي تقتطع الضمان الاجتماعي والضرائب وما تفيرسيهمش، وهنايا نورمالمون لي كلوب راهم عندهم مبالغ باهظه تاع اللاعبين هذو اللي لعبوا عندهم. مثلا فريد لعب في اخر فريق تاعو في تاع المسكره مثلا، والا في مولودية العلمة، المفروض من المفروض انه مولودية العلمة اخر فريق ديكلاراه يعني لاكناس، يعني الفريق ماهيش ديكلاري اللاعبين، لانه طبعا وشكون يحاسب هذا الفريق سي محفوظ قرباج؟ كيف تتم محاسبة؟ الان راه مع كاش محاسبه للاسف، كاش محاسبه، وهنا الان مع اللجنه تاع بدوش هذه اللي راه مراقبه التسيير، مراقبه التسيير، انه راهم يعاودوا تنظيم اصلاح ما يمكن اصلاحه. تسمح لي الحاج، تفضل. انت كي تشوف لي دات اللي راهم من 2010 ملي بدينا البروفيسيوناليزم حتى 2020 وين رانا، واش ما خلصوش كامل في لاكناس واش ما خلصوش كامل في ليرجي، اسكو رايحين يقدروا كامل هاد لي كلوب يخلصوهم؟ ومادام اذا ما قدروش يخلصوهم كيفاش راح تكون الحاله تاع لي جوار هذوما اللي كانوا في هاد لي ديزون والتسع سنين تاعنا حنايا اللي كنا حنا من قبل نحكي كان نفسينا في التسع سنين هذوك وانا كوتيزي شاك موا تسع سنوات راني تحسبوا لي في لوتر تاعي بعد ولا نو؟ من المفروض يتحسبوا جوستومون البروبليم اسكي البور اون دوكا هاد لي كلوب بي هاد لي دات كامل اللي راهم كاينين. في صار البروبليم هادو اللي دات اللي راه موجودين على مستوى النوادي، هذا هو المشكل اللي راه موجود في الحراج مثلا. نشوف تضارب الارقام اللي راهي موجوده تاع 200 مليار 50 مليار اللي صار فيسكال اي بارا فيسكال تاع السوسيال قال تاع السنوات من يوم دخول لعالم الاحتراف، بارك الله فيك، قال كاين يكلبوا ب 50 مليار ولا 100 مليار ولا 100 مليار مانيش عارف المبلغ. وبالتالي النوادي مطالبه ان خاصه الضمان الاجتماعي، يعني مطالبه انه من جانب اخر اللاعبين عندهم الحق انهم يشريوا لي كوتيزاسيون، يعاود يتقرب من الضمان الاجتماعي. مثلا قال انا ندفع قضيه ملولي مثلا نستفيد من لاروتير سي محمد قرباج، عفوا المقاطعه، قضيه ملولي تسع سنوات هو يدفع في الاشتراك، قضيه مش بين مليون قضيه من لا 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 من مدد لا اسقاط فريد ملولي كاسقاط كاسقاط للاعب كوتيزا تسع سنوات 10 سنوات شكون يجيب له حقه يعني؟ اللجنه اللي راهي موجوده على الدي اس جي هذه اللي دورها انها تصفي الديون تاع النوادي من الديون تاع النوادي. هاد تسع سنوات مثلا تعمل له لي وغيره من اللاعبين بزاف لاعبين بزاف دوك هذه احنا طرقنا على النموذج تاع اللعب بعد كره القدم بعد نهايه المشوار طرقنا القضيه هذه. هذا راه نموذج بين ألف نموذج
للاعبين اللاعبين سقسيك تاع فريد اللاعبين في الوقت اللي كانوا فيه اون اكتيفيتي اسكو هما هاد لي جوار راهم يروحوا يحوسوا اسكو لي كلوب تاعهم تحوس ما تقدرش تروح اسكو راك دوموندي دي كونت ولا دي زيكسبليكاسيون لي كلوب تاعك هادوما في المومون اللي كنت فيه انت اون اكتيفيتي اسكو كنت تحوس ما تقدرش محمد باسكو تاع من بعد لو كنت تروح تحوس لتما كان فيه من بعد كانوا رؤساء ديكتاتوريين كاين رؤساء ما يعطيكش الصح ما يعطيكش الضوء ما يعطيكش الضوء تقدر تحوس انت او نيفو دو لاكناس باغ اكزومبل اسكو راك كوتيزي ولا ماكش كوتيزي تلقى ماسيوليك تلقى ماسيوليك اسيرونس تاع طوموبيل عند الاس ا ا ولا من عارف وين ولا سبحان الله مشكل كبير مشكل عويس هذا سي محمود قلب اجا طبعا لا لازم هذه الامور لازم توضح الجانب الضمان الاجتماعي لازم يتوضح اون فوا بور توت في مقصد اللاعبين لانه هذا تنجر عليه من السنوات كما قال لك لا روتريت تاعنا والان نشوفوا الوضعيه تاع اللاعبين اللي راهم الان يعني من الضائقه الماليه فاتتنا الرئيس صح اللاعبين اللي راهم دوك يلعبوا مش حابهم تزيد تفوتهم جيت احنا فاتتنا صاي احنا رحنا صاي مشينا بالك راهم كلاونا بالك راهم دايرونا ربي يسهل عليهم الفرق صح هما اللاعبين اللي راهم الان يلعبوا جيت نحلوا لهم في عينيهم باش هما يروحوا يكلاميو على روحهم جيت الفريق الان راهي شركات كمان اكيد وبالتالي انا نعطيك مثال بالشركه اللي نشرف عليها الان انا اي موظف يدخل في خلال الاسبوع الاول والشهر الاول ديكلاري لاكلاس كي نقول لو دوزيام موا تجيه لا كارت شيفا تاعو عنده لي ماتريكولاسيون تاع نورمال جيد سيد محفوظ قلباج جيد سيد محفوظ قلباج فيه نهايه العهده الاولمبيه للرابطه وحتى للاتحاديه هل فيه نيه الترشح لشخصكم لاي هيئه العوده للرابطه لانه عندي مصادر تقول لك انه في اتصالات مع بعض الرؤساء طلبوك بالرجوع والعودة أم أنك تفكر في الولوج إلى مبنى ديال إبراهيم بكل صراحة وهذا حقك طبعا مشروع أنا الرابطة ما نش مفكر فيها اتحادية كما يقولون الإنسان يتقدم ما عنديش هذه أول حاجة ثانيا عجبتني هذه تاع يتقدم طبعا يفو بونسي على الأفنير يفو يفولي لاليك تاعك الفوتبول الجيريان كان في لو سومي يا خويا ما احنا خليو انا ما نقولش الان احنا في وقتي في الصمان قال انا كي داو لونطونت شامبيونز ليغ كنت رئيس كنت ممجد. كنت في كاس العالم كاس العالم الانديه المغرب كنت حاضر كنا في التشريف تاعهم على مستوى الهيلتون كمل على الترشح تاعك ما في قلب جروح لك اسئله قصيره مختطفه انا الرابطه مانيش مفكرني فيها يعني تفكر في الاتحاديه الاتحاديه اللي ما لا ولكن مش نعرف لازم العام والخاص يعرف انه الاتحاديه مش كل من هب ودب يترشح صح يعني في امور خفيه ولا في معطيات اخرى طبعا تعلن ترشحك رسميا من منبر حكي بالون لا ما لا ما تقدر لانه الان انا موظف اكيد الموانع اللي كانت في السابق لا زالت قائمه لانه انا ما عنديش حق نترشح لمنصب مثل رئيس الاتحاديه الا اذا كان موافقه نتاع الجهه اللي نشتغل فيها جيد هذا ما تلقى بالجهه بكل صراحه رايك في ترشح سيد خير الدين زتشي للفيفا هل ترى بالفعل ستكون هناك ضمانات لخير الدين زتشي حتى يكون متواجد في الفيفا في ظل ذهب احمد وفي ظل انه الدبلوماسيه الجزائريه قد تتحرك وتصنع الفارق لانه في اخر المطاف خير الدين زتشي هو ممثل للجزائر وليس لشخصيه فقط خير الدين زتشي ممثل الجزائر لانه يقول ممثل الجزائر ما يقولوش خير الدين زتشي بارك الله فيك وبالتالي كجزائري نتمنى له نتمنى للجزائر انها تكون تتبوأ منصب في الهيئه التنفيذيه للفيفا الدبلوماسية إن شاء الله الدبلوماسية الخارجية تاعنا تتحرك لمساعدة إن شاء الله يا رب إن شاء الله لأنه ما توقفش موقف اللي وقفته في 2017 صحيح لأنه 2017 لما قال وراوا لم ينتخب المجلس التنفيذي الهيئة التنفيذية وجاء قال الدولة ما ساعدتنيش قامت القيامة صحيح وأنا نأكد نذكركم كلكم انتخابات الكاف في إثيوبيا لما كان رئيس الأمين العام للاتحادية كان مسافر باش يحضر الجمعية العامة هو اللي يكون في المقعد تاع الجزائر هبطوا من الطيارة هنايا ما خلاوش يروح سيدي علي يحيوي هبط من الطيارة وبالتالي ما تقوليش ما تعاونش ما كان حتى واحد يعاونوا في هذاك الوقت جيت كانت منتظرة الهزيمة نتمنى انه خير الدين زتشي ما يشربش من نفس الكاس فريد بلولي ماذا بينا نشوف هو سي خير الدين زتشي ممثل الجزائر سواء في الهيئات الكرويه الدوليه سواء في الفيفا او الكاف او
وحتى شمال افريقيا. شمال افريقيا بارك الله فيك. لانه هذه حاجه تشرف الجزائر اكيد، وتشرفنا احنا، احنا كلاعبين قدامى او حتى احنا كرياضيين شرفنا. جيت تبقى حاجه كما كما قالوا لكم السي محفوظ وفريد، قال لك هو يبقى ممثل الجزائر، ما دام ممثل الجزائر وحنا جزائريين لازم كل واحد فينا من الجهه تاعو يدير 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 حاجه باش يجيب لو بلوس هذاك، خصوصا حنايا كوم جورناليست ولا لي زونسيان جوار ولا لي ديريجون ولا، لازم كل واحد فينا يزيد لو بلوس هذاك اللي يخلي الجزائر توجد دائما ممثله في اعلى الهيئات الكرويه، وكل ما تكون الجزائر ممثله في الهيئات الكرويه كل ما يكون عندها ان بوان بلوس مع النتائج اللي راهم كاينين تاع الفريق الوطني، وزيد يكون عندك تمثيل في الهيئات الكرويه العليا، راح تكون دائما الجزائر في موقع قوه، وحنا هذا واش ان شاء الله اللي نتمناوه. كل صراحه محمد بن حمله قبل ما نجي لفريد بن الوسيد محفوظ قرباج، الاختلافات والخروقات والتكتلات للاسف هي سمات مسؤولي والهيئات الكرويه في الجزائر، لا نستفيد من كفاءتنا واطاراتنا لانه عندنا حسابات ربما ضيقه معهم. هل ترى من المعقول اليوم في مكتب فيدرالي يتحدث الى النائب عمر بهلول الذي اخفق في 2019 في ترشحه امام ليبي، ليبي ليبيا اللي موجوده في حرب، نتمنى ان شاء الله ربي تكون السكينه والرحمه والتوحد بين كل الشعب الليبي هذا الذي نتمنى لهم اشقاء واخواتنا في اخر المطاف. هل ترى من المعقول هو الذي يتحدث في كل المواضيع؟ بصح دوكا لازم تعرف اسكو لو بيرو فيدرال ولا لا فيدراسيون هي اللي راهي ترخص له كل خطره انه يتكلم. دوك اذا لا فيدراسيون ولا البيرو فيدرال يرخص الانسان الاكس ولا ايكغيك انه هو يتكلم كل خطره، دونك اوتوماتيكمون يتحدث عن الرابطه، يتحدث عن الرابطه، يتحدث عن الفيفا، يتحدث عن الكاف، يتحدث عن التسيير، يتحدث عن مقال كتب في جون افريك. بصح كمال كاين حاجه وليس بناطق رسمي، معليش ترى عمر عادي هل ماهوش ناطق رسمي قراءتك كل شهر ماهوش ناطق رسمي وي، بصح هل هو مفوض من المكتب الفيدرالي ولا من الفيدراليه انه يتكلم؟ دوك اذا كان مفوض من المكتب الفيدرالي ومن الفيدراليه انه يتكلم في كل مره، المشكل هنا ما يتطرحش. اذا كان ماهوش مفوض وكل مره يتكلم هنا المشكل يطرح. هنا كي تكلمت لي انت من بعد على الصراعات وعلى الاختلافات اللي كاين، حنا توجور كاين لي ريغلومونت كونت تصفيه الحسابات، كاين تصفيه الحسابات. وزيد كاينه حاجه واحده اخرى، حنايا كاين الاشكال الاخر اللي دائما كاين سي انه نهار يكون كاين ان بروبليم بروفيسيونيل دائما نعاودو نردوه بيرسونيل، جامي نخليوه دون ان كادر بروفيسيونيل. دوك اذا انا عندي اختلاف معاك نقدر يكون عندي اختلاف معاك ونخرجوا انا وياك برا نشربوا قهوه، بصح حنايا في اطار العمل نقول لك، بصح حنا دوك واش راهو يوقع كيكون كاين اختلاف في اطار العمل حنا نخليوه نردوه من بعد اختلاف خلاف شخصي. سيد محفوظ قرباتش. لا الطرح هذا تاعك تاع الدور اللي يلعب فيه سي عمر بهلول، عمر بهلول، انا نرجع للضعف المكتب الفيدرالي، تشكيله المكتب الفيدرالي ضعيف يعني، وبالتالي ممكن هو راه طاغي على مسيطر على الوضع لانه الموافقه تاع المكتب الفيدرالي موجوده اللي باش يتكلم. انا لا ينطق على الهواء، ولكن انا ما هو دوره في المكتب الفيدرالي؟ هذا هو السؤال الذي يطرح. دوره هو المنسق بين الرابطه، بين الرابطه. يذكرني في عهدنا احنا في العهد السابق، لانه يقول لك العهد السابق دائما كان بن حمزه، كان بن حمزه هو مكلف رئيس رابطه سيدة. هل كان ميدياتيزي كما راه بهلول؟ لا. هل كان النائب رئيس مع الوراوا يتكلم؟ كنت انا نتكلم باعتبارك رئيس الرابطه؟ لا، والا الوراوا رئيس الاتحاد. الان اصبحت كل من هب ودب يتكلم باسم الاتحاد الجزائري لكره القدم. هنا هذا هو هذا هو المشكل اللي خلى هذا الكافوياج اللي راه وقع. لاغط ولينا في شبه لاغط، وهذا يتكلم والاخر يجي يكذب والاخر يجي يكذب. هذا هو المشكل، هذه تاع واحد يكلم والاخر يكذب، هذا هو المشكل الكبير في نفس الهيئه. انا نرجع دائما للضعف التركيبه البشريه للمكتب الفيدرالي التي لابد ربما اعاده النظر فيها. طبعا لانه الان اغلبهم كلهم تقريبا مجموعه كبيره راحت. راحت اكيد. بشير الجميلي، ربو حد وطار، ربو حد السجن. درك تقول لي بهلول نائب الرئيس قاسمي، شكون اللي قاعدين نائب الرئيس؟ نعرف ملي منسق حتى البارح سمعت انه رايح كمرافق للفريق الوطني تاع اقل من 20 سنة في دورة اتحاد شمال افريقيا. شوف امر غريب، تمنيت انه يكون واحد كيما مدان باعتبار هو لاعب دولي سابق وعضو مكتب فيدرالي هو اللي رافق الفريق الوطني لاقل من 20 سنة، ولكن الله غالب. طبعا طبعا هذا ما تعلق بالرابطه بالتسيير بمنظومه كره القدم الجزائري. فريد ملولي توج بكاس افريقيا الانديه البطله مع وفاق ستيفا 2014 في ثاني كاس، في اول كاس بهذه الصيغه ابطال افريقيا، ابطال افريقيا، رابطه ابطال افريقيا وليس العربي عفوا، رابطه ابطال افريقيا. كنت القائد بكل صراحه ولا احد راهن عليكم انذاك للتتويج بهذه الكاس. ماذا
في اي لحظه انتم كطاقم فني مع خد اللاعبين وطاقم فني خد مع خد المضوي ومع حسن حمار اللي ان شاء الله انت ربي يطلق صراحه ان شاء الله في قادم الايام لانه ما بقالوش كثير، وكتش حسيتوا انه بالفعل لونتونت سيتوج بكاس افريقيا؟ بكل صراحه. بكل صراحه. بكل صراحه. بكل صراحه لما فزنا على الترجي في رات. خلاص تماك كنا حطينا في راسنا باللي قادرين نروحوا بعيد، حتى بالهجره الجماعيه تاع جل لاعبين انا ذاك في نهايه موسم 2013 2014 نظن راحوا 14 لاعب فيهم 12 عندهم ليسونس افريكان. غدر حسن حمار بالربي فوق صراحه ان شاء الله بالخبره تاعو في الميادين الافريقيه انه يجلب 5 لاعبين صنع لهم ليسونس افريكان دخلوا معنا في الجروب ايزون بيان تيغري وبسبتهم اللي جا زادكم البلوس شي زادونا البلوس تقدر تقول كانوا 80% هما السبب في الاخر. لحظه اللي رفعت فيها كاس افريقيا للانديه البطله واش تفكرت في هذيك اللحظه؟ هذيك الثواني في هذيك الاجزاء بالمئه ماذا تتذكر في هذه اللحظه؟ هي ما تفكر والو، هي تفكر سالمون العائله تاعك، تفكر الشعب، تفكر الشيء اللي سفريته في مشوارك في الافريك، في المشوار تاعك، في كل حاجه. شغل ان فيلم يعقب لك قدام عينيك بوندون 2 أو 3 سكوند من بعد يولي راح. طبعا تتويج خير الدين مضوي بكاس افريقيا الانديه البطله خير الدين ربي تتابطل افريقيا كاس ربي تتابطل افريقيا راني غنختار راني غن عفوا 88 هذيك تاع 88 بارك الله فيك. بكل صراحه خير الدين ماضي انا ذاك كنا نشوفوا فيه مدرب تاع المنتخب الوطني على الاقل المنتخب المحلي، هل ترى بان بالفعل خير الدين ماضي لم تعطى له الفرصه كغير المدربين كمدرب شاب؟ كمدرب شاب لم تعطى له الفرصه لانه كانوا قادرين يجيبوه ويجيبوه يحطوه في يديهم يكونوه تكوين اخر، كانوا قادرين بار اكزومبل اللي يعطيوه منظور اخر على التدريب مع مدربين بار اكزومبل كبار تحت التاطير تاعهم لي وين كان قادر بالك ان شاء الله الان نشوفوها ني جامي ترو طار بور بيان فار، مازال توجور الوقت قادر، مازال توجور الوقت كاين انك تقدر تعاود تصحح الغلطات اللي كانوا مع ماضي ولا مع مدربين اخرين. لا تشوف لا بريف دوك بالماضي وين الناس كانوا ماهمش مراهنين عليه السيد الحمد لله يا ربي حقنا للصومي ستانونترينر دو كاركتر وين قدر يجيب لاعبين وين قدر يفرض المنظومه تاعو ويجيب كاس افريقيا الجزائر. محمد بن حمله نختم معك اللقاء هذا. انا ما قلت لك حنا كي نشوفوا مقبل قلت لك على ماضوي ولا مدربين واحد اخرين، كاين مدربين بزاف اللي كانوا في الحاله تاع ماضوي يعني مدربين اللي كنا قادرين نلحقوا معاهم لدرجات كبيره وما كانش كاين كما قال لك ما كانش كاين هذاك التاطير وما كانش كاين لو سويفي هذاك مي توجور كاين لا بوسيبيليتي انك تعاود تيراطرا بليزير اللي درتهم وتعاود تافونسي بهم ونعاودوا نطلعوهم بعد النيفو تاع الفوتبول الجزائريان. مع العلم خويا محمد انه خالد الماضي في 2014 احسن مدرب في افريقيا في افريقيا. سيد محفوظ قرباج تحدثنا طبعا باغتضاب عن مسيره لاعب فريد ملولي اليوم في شركه مضر في نادي الشباب بلوزداد، تقول لي في الكواليس نتمنى من هذه الشركه ان تضع استثمارات في النادي. طبعا هذا هو المهم، هذا هو المهم اليوم للاسف الشركات في الجزائر تقدم الى الاجور العاليه للاعبين والمدراء الرياضي. دائما نعاون الفكره تاعنا ما زلت متمسك وقلت انه عشنا عهد الاصلاحات تاع سنوات السبعينات لما كانت الشركات الوطنيه ترعى النوادي كره القدم في الجزائر، ولما راح تغادرت هذه الشركات هذه ما خلات والو، تركت الاطلال على غرار مثلا دي في بي في سي ار بي، بلاستيك ستيف بلاستيك لو ام بي سي في مناجم في الحراش، رئيس صلب القبه، لايسون الكترونيك، اتحاد كهرباء العاصمه، ناس في القبه يعني لما راح ما خلا والو. نتمنوا انه النوادي الشركات هذه الوطنيه اللي راهي ولا المجمعات الاقتصاديه اللي راهي تشرف على النوادي هذه تستثمر في ما سيبقى. جيد. ماشي اللي يدفع الاجور، ما جاش باش تدفع الاجور. جد. سي دي كوفر فينونسي ديجا هاد لي كلوب دونك هما. كي تروح غدوه من غدوه ولا راك الان مثلا شركات هذه الوطنيه شريت هذه النوادي تستثمر في النوادي هذه ما استثمرت في تستثمر في الميادين في المراكز التكوينيه في الجانب اللوجيستيك. شوف البيجي بوندون 5 اون باغ اكزومبل تلقى يصرف 500 مليار ولا تلقى بعد ما يروح تلقى صارف بالك واحد 900 مليار واش خليت الفريق تاعك ما خليت والو. على بالك واش تخلي لك فريد؟ تخلي لك لي ماس سالاريال الكبار وتخلي لك ديون تخلي لك لي ماس سالاريال. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لكم. النقاش كان شيخ، عندك كلمه ختاميه سي محمد قرباج؟ نتمنى ربي كل عام شكرا ان شاء الله. بارك الله فيك، نشكرك. نتمنى انه ربي يرفع لنا هذا الوباء هذا ان شاء الله على الامور الى ان شاء الله. بالمناسبه ايضا للمره اخرى نترحموا على
صديق والاخ العزيز محشرف حناشي الله يرحمه برحمه الله، وبالتالي ربي يرحمه واهله ويصبر اهله دائما. وانت ترحموا ايضا على رباح شباح رئيس الاتحاديه الوطنيه للمصارعه، الرجل الطيب الذي غادرنا منذ ايام، نعزي انفسنا ونعزي الى الرياضيه ولا الى عائله الفقيد شباح الله يرحمه برحمه الله. ورئيس السابق ايضا لوفاق ستيف اليزيد قرواني ربي يرحمه، الله يرحمه ثاني في فتره الله يرحمه الله صافي مام با اموا الله يرحمه. كلمه ختاميه نتركك اهداء، نشكرك على هذا الشرف بارك الله فيك، وان شاء الله نكونوا خفاف ما شاء الله بارك الله فيك في الاستوديو اليوم، ونشكروا الرئيس اليوم اللي نورنا عينينا بحوايج كنا نخفوا عليهم. الحوار معك كان شيخ خويا محمد بارك الله فيك، ونقدم تحيه لصديقي فاتح وخالد اللي جاوا معايا نحيوهم حيوم بهذه المناسبه، ولما لا ان شاء الله نشوفوا الوفاق ان شاء الله في العام القادم ان شاء الله في البوديوم يرجع ان شاء الله بارك الله فيك. وحي زملائك دمبري وزيايه رايحين يلعبوا هذو اللاعب اليوم ماتش، لعبوا مباراه نحيهم بهذه المناسبه الله يجازيك. شكرا لك محمد الحملة، كما نبلغ تحياتي لبنتي ماريا اللي دارت 8 سنوات الله يبارك الله يسلمك، والكوتكوته تاعنا جميله صوفيا جادوري اللي دارت 3 سنوات بارك الله فيك. تحيه طبعا لعادل ياساف يوسف رمضاني والد رئيسي طبعا في الاشراف، تحيه ايضا لعائله هو لتوفيق بنت جومانا ووجدان نوران وايضا ادم من الحراش، عبد القادر اورغاي من عند دفلا الشرطي اللي يعمل في حي بيفور، يحيي الاب تاعو احمد والام خيره ربي يطولك في عمرهم ان شاء الله، ولادو عزيز عبد الجليل وسيم واكرم ويسرى، وتحيه محمد البوليس مناصر مولوديه الجزائر يسكن في بلوزداد، عبا قليت لقاو واحد يسكن بلوزداد ويحب مولوديه الجزائر كاين حساسيه، يحيي فوفو طبعا من انجلترا. نحيي المخرج جوالي ذكرني في المخرج تاع البرنامج تاعنا الله يجازيك حمزه بارك الله فيك، شكرا لك على الاخراج الرائع، المصورين لكل التقنيين، نلتقي يوم الاثنين بحول الله في عدد جديد من برنامج احكي بالون، ليله سعيده في امان الله.